فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيل الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي الكريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. صلى عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ دلنا، أمة الله من المغرب، عندي سؤالان. السؤال الأول، ابنتي عمرها 3 سنوات، وكلما حملتها يخيل لي كأني أؤذيها، وهذا يعذب نفسيتي كثيرا، أرجوكم أن تنصحني يا شيخ، هل أراجع طبيبا أو ماذا أفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. صحيح، ننصح الأخت السائلة بارك الله فيها، إن كان هذا الأمر أصبح ظاهرا بالنسبة لك أنك كلما حملتيها تألمت وتوجعت ورأيت أنك كأنك تؤذيها، فبالطبع لابد أن تراجعي الطبيب. هي التي يخيل إليها الأم. أيوة الأم، يعني البنت ممكن ما يكونش متألمة ولا حاجة، يخيل إليها. طيب عشان كده بقول لها راجعي الطبيب. نعم. خشية أن يكون بالفعل في البنت شيء في الجهاز الهيكلي العظمي يتعبها، في الجهاز العضلي يتعبها، أو شيء من هذا، فالأضمن والأأمن أن تراجعي الطبيب المختص بهذه الطفلة، قطعا لشكوكك وقطعا لظنونك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أي صلى الله. سؤالها الثاني لعله يوضح السؤال الأول. تقول يا شيخ، زوجي يخونني وأنا متأكدة من ذلك، فقد شاهدته بعيني. زوجها في خيانة زوجية يعني. ونفس الأمر تكرر ثم دائما، وأصبحت نفسيتي مضطربة، أرجوك أن تنصحني يا شيخ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وفي البداية مسألة الزوج، زوجي يخونني والتاني يقول زوجتي تخونني، هذا التعبير في حد ذاته تعبير خاطئ. نعم. لأن الفاحشة والعياذ بالله يعني هي ملاش علاقة بالخيانة، لا هي خيانة لله عز وجل تبارك وتعالى، وتجرؤ على انتهاك محارم الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. أمين. إن كان الأمر كذلك على سبيل القطع واليقين، فنصحي هذا الزوج واستعيني ببعض أهلك أو ببعض أهله يناصحونه، استعيني ببعض أهل الخير من الدعاء أو طلبة العلم في منطقاتكم يناصحون الرجل، لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه وعقله لكلمة ونصيحة من هؤلاء، ف يعني يتغير ويعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي أيضا أراعي وضعك النفسي، إنه هذه الأمور قد تحدث عندك بعض الاضطراب النفسي في الحياة البيتية والحياة الزوجية، فلربما هذا هو الذي انعكس على علاقتك بالطفلة في هذه الحالة. أنت تظنين أنك تؤذيها وتظنين أنك يعني تؤلميها، وربما يكون هذا الظن في هذه الحالة في غير محله. وأيضا أنت يستحب لك أيضا أن تراجعي الطبيبة المختصة بالنفسية والعصبية، وهو أصبح مرض العصر كما يقولون. صحيح. أكثر من الأمراض العضوية، وهو طبيب مختص وهي طبيبة أيضا مختصة، تتعامل مع المرض بالأدوية والعقاقير المعروفة. لعل الله عز وجل أن يثيبك أولا على هذه المجاهدة وعلى هذا الصبر والاحتمال، ثانيا لعل الله أن يكتب لك الشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. أهلا ومرحبا. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله. اهلا ومرحبا اخي كريم. سلمنا يا شيخ شعبان. اهلا ومرحبا، اتفضل. الله يكرمك بارك الله فيك. لو سمحت اشرح. نعم.
مسألة المذهبية فضيلة الشيخ شعبان ان امام يقوم النافة في الصلاة ويقول مذهبي شافعي ويقنط في صلاة الفجر وان نفي القنوت سجد سهوا، هل لو مت ولقيت الله تبارك وتعالى ايسألني الله تبارك وتعالى لماذا لم تتبع مذهب بعينه؟ وما الفرق ما بين الحق واحد او الحق اثنان؟ ان فضيلتك ترجح ان زكاة الفطر تخرج طعام وتطلب مني لا انكر على من يخرجها مال، هنا الحق واحد ام اثنان؟ وجزاكم الله خيرا. حاضر، اياك وعليك الصلاة وبركاته. فمن الله الاستاذ عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل أخي عيد. إبراهيم سليمان مع حضرتك. وإيه اللخبطة في الأسماء؟ أستاذ إبراهيم سليمان، أهلا ومرحبا. إزيك يا أستاذ أحمد؟ عليك الصلاة والسلام، تفضل يا أستاذ إبراهيم. جزاكم الله كل خير على البرنامج بتاعكم. يا رب يرضى عنا وعنك يا رب، تفضل. وسلامي للشيخ شعبان. الله يسلمك، بارك الله فيك. يا أهلا وسهلا. بقول لحضرتك انا ليا جاره زوجها متوفي من 20 سنه الله يرحمه، وعندها من الابناء 6 بنات. ايوه نعم. وترك لهم قطعه ارض، خدت بال حضرتك؟ يعني مساحتها تتراوح من 10 فدان ل 12 فدان كده. وسمعت فتوى في التلفزيون بان هي تصرف من الارض لحد ما تتوفي، وحاجب ان هي توزع الارض على البنات. تمام حضرتك؟ وحبت توزيع الارض على البنات؟ مش عايزه توزعها على البنات رغم ان هم في احتياج ليها، يعني من ضمنهم واحده عندها صبيان عايزين يتجوزوا وظروفها تعبانه وجوزها كفيف، زوجها كفيف. نعم، ايا كان الامر هذا حقها. طيب حاضر حضرتك. شيخنا يجيبك. حاضر، في سؤال اخر يا استاذ ابراهيم؟ الله يبارك فيك. الله يبارك. فامان الله وعليك الصلاه والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخت امه الله، اهلا ومرحبا، تفضلي. ممكن اسال فضيله الشيخ؟ ايوه نعم، تفضلي. ما حكم واحده سقطت في الحمام؟ برغبتها ام دون رغبتها؟ لا ده ما غير طبعا، يعني غصب عنا، هي رفضت ان هي تسافر مع زوجها البلد في اول يوم العيد الاضحى يعني، وعلى الساعه 10 ونص كده سقطت، ان هي بامر الدكتوره ان هي ما تسافرش عشان خاطر تعبانه وكده، فسقطت فما كانش في حد في البيت، فاضطرت ان انا يعني ايه اسقط في الحمام، ان الساعه 10 ونص بالليل مفيش حد وكده، فاضطرت يعني ايه بالمعنى الصح وقعت في الحمام يعني شهرين الا اربع ايام. فانا خايفه بصراحه، في بيقول لي حرام عليكي، بس والله العظيم ده مثال يعني غصب عني، ما كانش في حد موجود وكده. تاني سؤال. طب والسقط ده نزل في فين يعني، في الحمام ولا في الحمام في في الحمام في المجاري يعني. ان الله وانا اليه راجعون. شهر اربع كم عمر الجنين؟ شهرين الا اربع. شهرين الا اربع. طيب شهرين الا اربع ايام. طيب وهل حرام ان اقول ان يعني ايه يعني هل ان انا يعني اسب يعني يتحسب لي في ميزان حسناتي هو واخواته يعني اللي قبل كده يعني مثل اطفالي يعني قبل كده؟ وهل حرام ان انا اقول ان مثلا هل انا اني مسلمه يعني حرام ان انا اقول مثلا ايه لحد شمت فيا ولا حاجه؟ قلتها قبل كده واحده قالت لي الشهد يعني وكده. انت بتقولي ايه السؤال الثالث؟ ماشي. لا هاتي السؤال تاني، هاتي السؤال تاني. بتقولي ايه؟ هل ان انا مسلمه يعني هل انا لو قلت ان حد شمت فيا يعني مثلا واحده شمتت فيا هل انها كده انا حرام؟ شمت. عشان انا قلتها قبل يعني قبل كده مع عند واحده يعني وكده قالت لي الشاهد يعني وكده. مش فاهم السؤال، حضرتك فاهم السؤال؟ لا مش فاهم. انت قلت ايه بتقولي؟ انت لو قلت لواحده انت شمتانه فيا ده ايام في اسلامك يعني؟ انا لو قلت بيني وبين نفسي مثلا يعني مثلا حد شمت فيا ولا حاجه، فانا سمعت قبل كده ان حد بيقول حرام، ما نقولش يعني كده ان انا مسلمه عمر ما اي حد مسلم يعني يشمت. يعني هي لو ظنت ان في حد شمت فيها ده حرام، ده ينفي عنها الاسلام يعني؟ ده ما فهمته من سؤالك. بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي دايما ان ما حدش يشمت فيه من الاعداء يعني كده.
ولا تشمت فينا اعداء. امين يا رب. وسؤال اخير بالله عليك يا فضيله الشيخ، عايز اعرف الاخذ بالاسباب، يعني لو سمحت اضرب لي مثال اخذ بالاسباب ازاي، لان انا باخذ بالاسباب الدكتور بيقول لي خليها على الله، فانا مش عارفه يعني، وانا بخليها والله العظيم على الله كل حال. طيب. بس دايما يعني اخذ بالاسباب او من غير الاسباب بلاقي برضو كل في عكسي خالص، مش في الاتجاه اللي انا فيه يعني، وانا والله طيب. بحب ربنا وكل حاجه الحمد لله، وجزاكم الله خير. فاهماني. لو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اياكم معانا اتصال اخر ولا ايه؟ طيب الاستاذ محمد المذهبيه شيخ امام يقول انا مذهبي شافعي فيقنط في صلاه الفجر وانا ناسي القنوط سجد للسهو. نعم. نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا هي مساله القنوط في الفجر مختلف فيها بالفعل بين اهل العلم، وقد ذهب الامام الشافعي في المشهور من مذهبه، وايضا هو قول عند الحنابله بمشروعيه القنوت في صلاة الفجر وليس بوجوب القنوت في صلاة الفجر. المشروعية تختلف عن الوجوب. أخونا الإمام غفر الله لنا وله آفش في القنوت، ما فيش مشكلة، بس بالمشروعية وليس بالوجوب. يعني الناسي ليس له أن يسجد، وبالتالي إذا تركه أو نسيه لا يوجب هذا أن يسجد للسهو، لأن سجود السهو ده عند ترك الأصل أن يكون عند ترك واجب لم يدرك في الصلاة. خلينا نعدي ونقول أنه في بعض أهل العلم قال أن سجود السهو جبر لأي خطأ في الصلاة، سواء كان الخطأ ده في ركن أو في واجب أو حتى في سنة مستحب، هنتجاوز عن هذا. لكن الكلام على المأموم بقى، هل المأموم ملزم بمتابعة إمامي؟ طبعا، مدام بدأت الصلاة معه فإنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام ضامن، والرجل لا يأتي بمحدثة ولا ببدعة، إنما أتى بشيء مشروع عند الشافعي رحمه الله، وهو قول عند الحنابلة وقول عند المالكية أيضا. فلا يمكن أن نقول أن ما يأتيه بدعة محدثة كما ذهب الحنفية مثلا. الحنفية يرون أن القنوت في الفجر بدعة محدثة قولا واحدا. الحنابلة يرون أن القنوت في الفجر وبقية الصلوات مرتبط بالنوازل والشدائد العامة التي تمر بالأمة. لكن خلينا نقول أنه المأموم إذا شرع في الصلاة مع إمامه فإنه ملزم أن يتبع إمامه، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن هل النبي، هل الواحد منا إذا مات ووضع في قبره هيسأل عن الإمام الشافعي؟ لا. هيسأل عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة؟ لا. هيسأل عن أبي بكر أو عمر؟ أبدا. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن سؤالات القبر معروفة، من ربك وما دينك وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أخي الحبيب، أنا يمكنني أن أتبع مذهبا من مذاهب المسلمين ولا عتب علي ولا لوم علي ولا تخطئة لي، لأنه غاية ما أنا فيه عندك أن قولي بالنسبة لك مرجوح لكن ليس باطلا، إنما ليس على سبيل التعصب ورفض الآخر بالمرة والظن أن هذا هو الحق وحده. أبدا. ده الإمام مالك لما طلب منه خليفة المسلمين أنه يعمم الموطأ على الأمة كلها ويبقى هو ده المرجع الوحيد بعد القرآن الكريم في هدي النبي وسنة النبي، قال لا، لا تفعل ولا أفعل. ليه؟ قال لأن الصحابة انتشروا في أمصار المسلمين ومعهم أحاديث كثر للنبي عليه الصلاة والسلام، فانتشرت أحاديثهم في الكوفة وفي البصرة وفي مصر وفي المغرب وفي الأندلس وفي الحجاز وفي غيرها وفي الشام أيضا. ولا يجوز أن احنا نضيق على الناس أمرا واسعا. نحن عندنا بعض سنة النبي اللي هو في الموطأ، وبقية سنة النبي انتشرت في الأمصار، فعند الشافعية بعضها وعند الإمام أحمد بعضها وعند أبي حنيفة بعضها، وبالتالي بدأ هؤلاء الأئمة كمدارس فقهية لفهم الكتاب ولفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عندهم هذا التعصب المقيت الذي يتمسك به بعض الصغار من طلبة العلم في هذه الآونة، إنما كان كلهم يقولون قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. فالمنطقة دي منطقة الاختلافات النوعية اللي بيسموها اختلاف التنوع بين مذاهب المسلمين، المنطقة دي ما فيهاش حق وباطل،
ولا فيها صح وغلط، لانه اختلاف تنوع، انما فيها راجح ومرجوح، اختلاف تضاد. ليس اختلاف تضاد، ده اختلاف تنوع. نعم. وبالتالي ما فيهاش لا حق وباطل ولا صح وغلط. ما قلتش الامام الشافعي صح والامام مالك غلط، لا ابدا، انما غايه ما يقال ان هذا مرجوح وهذا راجح. اخونا له سؤال اخر وهو جيد ايضا، هل الحق حقان ولا هو حق واحد؟ يعني انت حضرتك تقول لي زكاة الفطر حبوبا او من غالب ما ياكل اهل البلد، طعام اهل البلد، ولا تخطئ من يقول مثلا مش حضرتك، الاخر يعني من يقول بالقيمة، فهل الحق حقان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد بالفعل هذا السؤال جيد، وقد كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن جبرين عليه رحمة الله تعالى أول ما يبدأ الحلقة بطلبة علم جدد يسألهم هذا السؤال، يفتتح الدرس بهذا السؤال فيقول لهم هل الحق واحد أم أن الحق يقبل التعدد. طبعا تأتي إجابة من هنا من الشاب ده وإجابة من الشاب ده، ثم هو في النهاية يعطي خلاصة الإجابة التي يدين الله عز وجل بها. فأقول الحق واحد، لكن هذا بالنسبة لله لأن الله أعلم بمراده، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي أعلم بمراد الله وبمراده هو عليه الصلاة والسلام. إنما إن كنت تقصد الحق بالنسبة للمكلفين اللي هو إحنا، فإن الحق ينقسم عندنا إلى قسمين، في القطعيات المعلومة من الدين بالضرورة الحق فيها واحد لا يقبل التعدد، أما فيما سوى المعلوم من الدين بالضرورة الحق يقبل التعدد، اللي هو اختلاف التضاد واختلاف التنوع. قولي خطأ أو قولي صواب يحتمل الخطأ، تاني وقولي غيري خطأ يحتمل الصواب. المعلوم من الدين بالضرورة هذا الحق فيه واحد، لا يختلف مالك ولا الشافعي ولا الإمام أحمد ولا إحنا ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا العز بن عبد السلام ولا اللي هيجوا بعدينا، على أن فريضة الله في الصوم رمضان، وعلى أن فريضة الله الحج مرة واحدة في العمر، وعلى أن الحج عرفة، وعلى أن الصلوات خمس، وعلى أن الظهر أربعا، وعلى أن الخمر حرام، وعلى أن الربا حرام. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة الحق فيها واحد، اللي هي بيسموها الثواب زي ما حضرتك قلت كده. إنما ما سوى المعلوم من الدين بالضرورة، مع الوضع في الاعتبار المعلوم من الدين بالضرورة ده لا يمثل 10% من الدين، 90% من الشريعة تخضع لمنطقة اختلاف التنوع الذي الحق فيها متعدد، فكل من رسول الله ملتمس، من أصاب وجها بينا في الدليل سمينا قوله الراجح، ومن أصاب وجها خفيا في الدليل يحتمله لكن مرجوح. من بعد سميناه مرجوحا. نعم. وده رجل على الحق وده رجل على الحق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى وإن أخطأ فله أجر. طبعا. نعم. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد نصر. نعم تفضلي. لو سمحت لي سؤال في الميراث كنت سألت عليه بس عايز قبل كده، بس عايز أوضح في حاجة. تفضلي. أنا لي إخوة من أمي، من الأم، وهي كانت ورثة قطعة أرض عن أبيها. نعم. وهي توفت. الله يرحمها. الأول، وبعدين زوجها توفى، وزوجها ليه أولاد من زوج قبلها، كان متجوز قبلها ومخلف. ايوه نعم، انا فاكر المساله دي والشيخ اجاب. نعم فاكر حضرتك تسالين عن اولاد الزوج هل لهم في هذه الام في الميراث. بيقولوا ان احنا نورث اللي كان ابونا المفروض لو كان عايش كان ورث الثمن من امي. طيب فهم يورثوا الثمن اللي هم اللي ابوهم المفروض كان يورثه، فهل ده صحيح؟ هو مين اللي مات الاول، الاب ولا والدهم ام يعني الام؟ الام، امي هي اللي ماتت الاول وبعدين هو مات بعدها بسنه. هي دي النقطة الجوهرية يا بنت في السؤال. هي دي النقطة. نعم. انت في المرة السابقة لم تذكري هذه المعلومة. يعني هو توفي بعدها بعام عليهما رحمة الله. بعدها بلحظة. خلاص بعدها. خلاص اصبح وارث. وارث في هذه الزوجة. اصبح له التم. صحيح. طيب في سؤال تاني او اضافة اخرى يا ام محمد؟ لا لي سؤال تاني لو سمحت. اتفضل. لو سمحت، انا ليا بنت كل ما يجيلها زوج عريس، يعني هي كل ما يجي لها عريس ما يحصلش نصيب،
فهل ده في حاجة؟ واسأل الشيخ الدعائي. حاضر، ربنا يحفظها يا رب، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، هذه الأم التي لا تريد أن توزع هذه العشرة أفدنة، طب معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. أمة الله. تفضلي يا أمة الله. لو سمحت عندي كم سؤال. يعني أول سؤال، سورة البقرة لما بيتذكر يعني سيدنا إبراهيم ألف الياء محذوفة، عايز أعرف السبب. نعم، سورة البقرة. وبعدين في سورة البقرة سيدنا إبراهيم يعني لما بيتذكر فيها بتبقى الياء محذوفة، ده اول سؤال. صوت بيقطع. انت ممكن تغيري المكان اللي حضرتك واقفه فيه في الشقه عندك، او في المكان اللي انت فيه، عشان الشبكه بتغيب بعض الكلمات يعني. طيب بقول لحضرتك في سوره البقره. ايوه حضرتك سامعني؟ ايوه انا مش سامع غير في سوره البقره بس. اتفضل. في سوره البقره لما بيتذكر اسم سيدنا ابراهيم الياء بتبقى محذوفه، ممكن اعرف السبب؟ عندما يذكر اسم سيدنا ابراهيم ايه؟ الياء بتبقى محذوفه. سوره البقره كامله الياء تكون محذوفه. طيب اول سؤال حضرتك كده اسمها. ايوه نعم. طب تتحدثين عن الرسم العثماني في المصحف الشريف. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني نعم. من هم قوم طبع؟ من هم قوم طبع؟ طيب السؤال الثالث، عاوزه اعرف تفسير الايه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين. سورة الحجر. حاضر. حضرتك تسمعني؟ ايوه نعم. في سورة، اسأل بعد، في سورة في سجدة فيها اللي هي بتاعت سيدنا داوود يعني لما دخلوا على الكعبة. المهم ان السجدة دي يعني لما وقف السجدة مكتوب عند مش سامع. عند ابي خليفة ومعنى. مش سامع السؤال الأخير. معلش يعني حضرتك ارفعي صوتك قليلا. اتفضلي. ماشي. في سورة صاد. نعم. في سورة صاد في سجدة فيها، ففي السجدة دي يعني على جنب كده مكتوبة عند أبي حنيفة ومالك. عندي في المصحف مكتوبة عند أبي حنيفة ومالك السجدة دي. هو يعني هو في أي سجدة ممكن تبقى مثلا يعني في المذهب ده مثلا مش في المذهب الثاني ولا إيه؟ طيب حضرتك فهمت السؤال؟ طيب في امان الله. فوق شويه. ماشي في امان الله يا اختنا. ايوه نعم. السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا. كنت عايزه استفتي على حاجه بس ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا اختنا. حكم الفرجه على المسلسلات اللي هي عن سيدنا يوسف وكده حرام؟ حكم مشاهده المسلسلات التاريخيه كما تسمى. طب حاضر. لا اللي هي مسلسلات عن المسلسلات أيوة. الإيرانية بالتحديد. ايوه انا اتفرجت عليها بصراحة بس ربنا هداني بعد كده يعني والتزمت، فمش عارفة هي حرام ولا ايه. حاضر شيخنا يجيبك. حاضر شكرا. فأمان الله يا اختنا وعليك السلام خير. نعم شيخ كريم، هذه الأم التي لا تريد أن توزع الأرض على بناتها الست، ومنهم واحدة زوجها يعني ربما يكون كفيفا كما سمعت من أخينا الأستاذ إبراهيم سليمان، فماذا يفعلوا او يفعلن مع امهن؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا لا شك ان هذا خطا، انه القائم على امر الميراث يرجئ تقسيم التركه على المستحقين يوما او اياما او شهرا او شهورا. تقول هي سمعت فتوى او اخونا يقول يعني ان تعيش من هذه الارض وبعدين التوزيع يكون بعد وفاتها. لا 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 طبعا الكلام ده غير صحيح، لان هي في النهايه لها نصيب هي الاخرى كأم. صحيح. الام في في الحاله دي واضح ان في ست بنات بس. ست بنات وهي. فالام في لها كده التمن بتاعها. فالتمن بتاعك يا ست عيشي منه. والبنات هياخدوا التلتين. الست بنات. الست بنات هياخدوا التلتين. وما تبقى فلاقرب رجل ذكر سواء العم او الجد او غيره يعني، كان هناك رجل ذكر قريب منهم يعني. فالشاهد انه امساك الميراث وعدم توزيع التركة على المستحقين بعد وفاة المورث مماطلة وظلم بين. نعم. فلا يجوز لها أن تفعل هذا، الواجب عليها أن تسارع بإنصاف حق الله تبارك وتعالى
سواء كان البنات محتاجات ولا غير محتاجات. مسألة أنها تقول أختنا أمة الله مسألة سقط حدث في الحمام لأنها كانت يعني في حالة تعب شديد ولم يكن معها أحد في البيت، فهل عليها وزر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ربما تكون فعلت هذا خطأ، يعني هذا على سبيل الخطأ، ارتبكت ولم تجد بدا، وشيء طبيعي ان هي كانها تشعر ان شيئا ينزل منها فأسرعت الى الحمام. ان كانت فعلت هذا خطأ فربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. فهذا إن كانت فعلت هذا على سبيل الاضطراب وعلى سبيل الخطأ، وإلا فالأصل أن هذه النطفة نطفة لها حرمة، الطبيعي ألا تلقى في الحمام ولا تلقى في محلات الزبالة، إنما تؤخذ وتدفن بأي طريق كان. فما فعلته إن كان على سبيل الخطأ فنرجو أن يغفر الله عز وجل لنا ولها، وليس عليها شيء لأنه السقط إجباري غصب عنها اضطراري، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. أنت تفضلي في نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل الشيخ شعبان، أنا حصلت مشكلة بيني وبين زوجي، وهو دي مش فعادتي إن هو يتكلم كده، يعني ما كناش بنتكلم في حكاية الصلاة أو قراءة القرآن أو كده، يعني كنا بنتكلم في حاجة تاني. فأنا لما اتكلمت معاه فراح هو اتعصب جامد وتنرفز، وراح قال لي اتعاملي انت بما يرضي الله، ما فيش دعوة بيا أنا، طب أنا وأنا لو هدخل النار أنت هتدخلي ورايا، خلاص أنا كافر، مش عارفة إيه، قاعد يقول إيه كلام زي كده. فانا عايز اعرف يعني حكم الكلمة اللي هو قالها دي، يعني حكمها ايه؟ في يعني في وزر كده عليه او هو يكفر عنها بايه؟ وفي سؤال تاني يا شيخ، انا لو كنت حامل وسقطت، هل السقط ده فعلا زي ما بسمع يعني ان هم الطفل بيستنى امه يعني في يوم القيامة وكده تدخلش الجنة الا وهي معاه، مع العلم ان هو كان شهرين، يعني كنت حامل في شهرين. وانا يا شيخ، انا والدي تزوج وانا كنت لسه طفلة صغيرة. ايه؟ دلوقتي مع انا والدي تزوج. ايوه. تزوج غير امي. وانا كنت لسه طفلة صغيرة. فدلوقتي هو معاه اولاد وكبار وكده، وانا بود وببر وكل حاجة. بس في بعض الاوقات بحس ان انا صعبان عليا، لان مش نفس المعاملة اللي مع اولاده اللي معايا انا. او مش نفس التعامل، ومراته اوقات تبقى كويسه واوقات لا. فانا هل ده كده بيبقى عليا وزر انا يعني؟ بس انا بود وبروح وعادي ما فيش حاجه وبتعامل معاه كويس، ولو حتى هو اثر معايا شويه انا بحاول ان انا اود. طيب. ونسالكم الله يا شيخ بان الشيخ يدعي لي، انا بقالي 6 سنين ربنا ما رزقنيش باطفال، ف الشيخ يدعي لي يعني ان شاء الله. ربنا يرزقك الذريه الصالحه. بعد اذنك رقم الشيخ يعني. طب ما تقفليش تليفون، خذي الرقم من الشباب في كنترول. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي دي عايزه تصور معانا ولا ايه؟ مش عايز. راحه جايه، راحه جايه. يلا نمشي بقى. ونعم اختنا امة الله، وهل حرام ان انا اقول؟ طيب حاضر. انت مسلط عليا ايمن ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي التلفزيون وكلمي التليفون يا اختنا. حاضر. اتفضل. ممكن لو سمحت اعرف كيفيه صيام الرسول صلى الله عليه وسلم شهر محرم؟ عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. والسؤال الثاني، لما بنقعد نتفرج على البرامج الدينيه والحاجات دي كلها، ده من وقتنا، هل بنتحاسب عليه مثلا ولا حاجه؟ يعني في مثلا اي حساب على الوقت اللي احنا بنضيعه مثلا في الفرج على المسلسلات البرامج الدينيه؟ بس احنا مش فاكرش البرامج يعني الدينيه. يعني انت فاكره ان حضرتك لما بتشاهدي البرامج الدينيه ده وقت ضائع منك؟ خايفه انا من كده، مثلا البرامج الدينيه مثلا. ان كان مثلا برنامج مثلا هو يعني الطب التكميلي، يعني اكتر كده ما فيش. طيب. فكمان يعني عارفه احنا هنسال عن وقتنا والحاجات دي كلها، فهل ده الوقت ضايع يعني بقى ولا ايه؟ طيب حاضر. جزاك الله خير. فامان الله واياك، وعليك صلاه الله وبركاته. نعم شيخنا طيب حاضر. استاذة حورية، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. هنوطي التلفزيون وكلم التليفون يا اختنا من فضلك، اتفضلي. ماشي حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. ازيك يا أستاذ أحمد؟ في نعم والله الحمد لله. اتفضلي. كويس الحمد لله. ممكن أكلم الشيخ؟ أيوة نعم اتفضلي. ماشي حضرتك. أنا يعني كنت لسه بنقب وأهلي مش بيدخلوا هتنقب خالص. قالوا لي لما تتجوزي الأول هتخطبي مش بيدخلوا هتنقب. بقول لهم النقاب ده سنة وربنا قالنا عليه وكده ومش بيدخلوا هتنقب خالص. دي أول حاجة. تاني حاجة أنا نفسي ربنا يكرمني بحث الشيخ ملتزم. ولما بروح أفرح أصحابي هم مخطوبين لواحد ملتزم بحس كده إن أنا بغير إن هم ربنا أكرمهم بزاد صالحين. فخايفة يكون ده وزر عليا وكده يعني. والسؤال الثالث بقول لأهلي في البيت إن أنا مبسوطة أقعد في البيت على طول ما أطلعش من البيت أبدا. فهم ساعات بيقولوا لي لا روحي هاتي حاجات من السوق هاتي حاجات يعني اجيبي أنبوبة كده. فبقول لهم ده الرسول وربنا قال يعني احنا نقرنا في بيتنا نقعد في البيت يعني. فهم بيقولوا لي لا اطلعي عادي كله بيطلع مفيش حاجة كده يعني. بس ساعات بقول لهم لا ما اروحش بيزعقوا لي كده يعني. طيب فأمان الله يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا أستاذ أحمد؟ الحمد لله في نعم اتفضل. ازي فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بعدين حضرتك كان عندي سؤال. كان هل يجوز بيع الذهب والدفع عاجل؟ هل يجوز يا أخ محمود؟ بيع الذهب والدفع عاجل؟ بيع الذهب؟ بثمن مؤجل يعني. ماشي بالثمن حاضر. مؤجل. طيب حضرتك لو واحد خاطب وكاتب كتابه تمام؟ وتوفى. هل المكتوب عليها كده ميراث؟ لها ميراث؟ تمام. تمام ومعلش سؤال كنت سألته لفضيلة الدكتور أسامة سليمان بس هو يعني كان في حاجة نقطة في السؤال. اتفضل. كنت سألت عن لو واحد عنده مال اتفضل. كان عنده كنت سألت حضرتك لو واحد عنده مال ثروة مش حلال يعني. فكان ساعتها كنت بقول موظف كلام بقول له الثروة كلها مش حلال كلها مش مختلطة حتى. يعني ماله حرام؟ كله مش مختلط. هل لو عمل مشروع منه ناتج المشروع هيبقى حلال؟ مشروع حاضر. تمام. وسؤال تاني معلش لو الوالد ترك ثروه برضه حرام. لو الايه؟ لو الوالد ترك ثروه حرام برضه. لو الوالد ترك ثروه حرام. ترك مالا حراما. هل الوارث ياخذ منها ولا ياخذ منها ولا يعمل ايه؟ حاضر. ماشي شكرا. شكرا لحضرتك. فأمان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام محمود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا تفضلي. اتفضلي يا اختنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا سامعينك اتفضلي اسمعوا. في نعم والله الحمد لله اتفضلي. اول حاجه بعتذر من حضرتك ان انا اتصلت الحلقه اللي فاتت وقلت لحضرتك ان انت ما فهمتش السؤال. انا ما كنتش اقصد والله اصلا. ولا في حاجه اتفضلي. ربنا يعلي قدرك اتفضلي. الله يكرمك يا شيخ احمد. اتفضلي. عايز اعرف لما الواحد يروح يزور مريض ويكون الدكاتره قايلين ان ممكن الحاله كام يوم وتتوفى يعني ايه اللي المفروض احنا نقوله غير الدعاء اللي الرسول قال عليه من اصلا ذكر او ادعيه قال للمريض بس بطريق برضو ان هو ما يحسش ان هو هيموت مثلا او عشان ما يتوهمش او عياله ما يزعلوش. عايز اعرف يعني ايه اللي الواحد يقوله. حاضر. وحاجة كمان لو الواحد راح المستشفى مثلا وحب يخش الزيارة بس ما قطعش التذكرة وقال داخل الاستقبال او استأذن من الموظف اللي بره وعرفه ان هو داخل يزور بس ما قطعش التذكرة هل ده يجوز ولا كده في حرام واعتداء على حق الدولة؟ طيب ناخد الاستاذ محمد وبعدين شيخنا يجيب وبعدين نرجع الاتصالات قليلا من فضلكم. استاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد اتفضل عند إذنك يا شيخ. نعم؟ أستاذ حضرتك في سؤال معلش. هيات السؤال الله يرضى عنك. اللهم صل على النبي. دلوقتي أنا بتعامل في السوق بيع وشراء وكده خدت بالك فبتبقى عليا ديون لناس وناس ليا عليا ديون فالحساب هيبقى طيب حساب إزاي؟ ديون تجارة يعني بتاخد بضاعة من بعض الناس فبترجئ لا يعني بقى. يعني بص عشان اقطع حضرتك يعني في النهايه انا ليا يعني في الاخر كده هيبقى انا ليا ايه ليا ديون عند ناس وناس ليها ديون عندي فهتبقى الحساب في الاخر هيبقى ازاي؟ ديون لي وديون عليا. حضرتك بتسال عن الزكاه؟
لا لا مش زكاه مش زكاه. يعني انا في الاخر دلوقتي خدت بالك هيبقى ليا عند ناس ديون وناس ليها عقد ديون، هيبقى الحساب في الاخر ازاي؟ ايوه فهمتك كده، حساب في الاخر. اه يعني انا يعني انا في الاخر بقى ليا عند ناس فلوس وناس ليها عندي فلوس. اه اسال الله ان يسدد عنا جميعا. حاضر حبيبي، فمن الله فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، حرام لو الأخت أمة الله قالت إن الناس دي شمتانة في حتى لو في نفسها، هل يحرم عليها هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لأن هذا سوء ظن بالناس، ونحن منهيين نحن منهيون عن إساءة الظن بغيرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. حتى لو كان هذا في النفس، لأن هذا يغير نفس الإنسان على هؤلاء. فالأخ أو الأخت السائلة يتقي الله عز وجل ولا يلقي بهذه التهمة كده على الآخرين من غير بينة، ويستغفر ربه. هي لا أدري السائلة سائل ولا سائلة، الله اللي حصل تستغفر، تستغفر ربها تبارك وتعالى ولا تعود إلى هذا أبدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. تريد أن تعرف ما الأخذ بالأسباب، يعني إيه الأخذ بالأسباب، وخاصة إن يعني أرادت أن تأخذ بالأسباب زوجها يقول لها خليها على الله وما شابه ذلك. شيخي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هنأخذ بالاثنين، نأخذ بالأسباب ونخليها على الله تبارك وتعالى، يعني نعقلها ونتوكل. أخذ بالأسباب، مثلا نفترض مثلا في المرض، يعني لا ينبغي للمريض أن يكون مريضا ويخشى من مرضه الهلكة، وبعدين يقعد يقول يا رب شفيني يا رب شفيني يا رب شفيني. أيوة يا رب شفيني، بس الأول نأخذ بالأسباب. تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. فنتوكل على الله ونروح للطبيب ونستعمل الدواء وندعو الله تبارك وتعالى أنه يشفينا. فنأخذ بالسبب ونكل أمرنا ونلهج بالدعاء لمسبب الأسباب وهو الله تبارك وتعالى. وكذلك في الرزق، في الرزق يعني يا رب ارزقني يا رب ارزقني، والتاني يقول له يا عم هتقول رب ارزقني ليه؟ ما هو هيرزقك هيرزقك، لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. يعني حتى مش عايزه يدعي، خليك قاعد مكانك ورزقك يعرف عنوانك. ده تواكل مش توكل. ده كلام متداول على الواتس والفيسبوك، يقول لك خليك مكانك ورزقك يعرف عنوانك. وهو الطير يفعلون من غير سعي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. بيرزق الطير إزاي؟ قال تغدو خماصة، تروح تسعى على رزقها وتعود بطانة. وكذلك مع مريم عليه السلام، زي ما عليها السلام زي ما حضرتك ذكرت، وهي في حالة المخاض وحالة الولادة، وهي حالة يعني أتعب ما تكون فيها المرأة، ومع ذلك قال لها ربنا تبارك وتعالى وهزي، يعني اشتغلي، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالأخذ بالأسباب يعني أنا أشوف الرزق، السعي، المرض عايز الطبيب والدواء، وبعدين نقول يا رب عايز ينجح. الطالب يذاكر ولا يقعد كده، وبعدين يقول لي عايز دكتوراه. صحيح، مش هينفع. فهذا هو الأخذ بالأسباب مع حتمية التوكل على رب الأسباب ومسبب الأسباب، واعتقاد اعتقادا جازما أن الأمر لله أولا والأمر لله آخرا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أي صلى الله عليه وسلم. دائما نسمع من حضراتكم الأخذ بالأسباب من حسن التوكل على الله. نعم، هو من التوكل على الله. نعم، تبارك وتعالى، لأنه ترك الأسباب هو التواكل، ده عكس التوكل. عكس التوكل. أم محمد مسألة في الميراث، هي وضحت الآن المسألة جيدا. هي أمها توفيت، ثم بعد ذلك زوجها توفي بعدها بعام. أولاده اللي هم ليسوا من أمها، لهم حق لأبيهم في ميراث أمهم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو توفي الزوج بعد الزوجة بلحظة واحدة فهو وارث لها بهذه الزوجة. ولو توفيت الزوجة بعد زوجها بلحظة واحدة فهي وارثة. اللحظة اللي تأخرت عنها دي، تأخرت عنه في الموت، كانت المسألة هتبقى بالعكس. واخد بال حضرتك. فبالتالي ما دام الرجل اللي هو الزوج مات بعد الزوجة، إذن الزوجة ماتت أولا وهو أحد ورثتها الأساسيين. عندها أولاد، طبعا عندها أولاد، يبقى الزوج في هذه الحالة نصيبه الربع. عندها أولاد يبقى الزوج نصيبه الربع.
واخد بالك، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع اللي هو الازواج. اولاده من غيرها هيرثون كل اولاد الراجل، كل اولاد الرجل، كل اولاد الرجل منها ومن الثلاثه التانيين، منها ومن غيرها، ومن غير كل اولاد هذا الرجل تمام شركاء وورثه في ابيهم بعد ما مات، في اللي هو ربعه من هذه الزوجه الميته تمام في ميراث ابيه اللي هو ثبت بعد وفاه هذه بتقول لك بعام، احنا بنقول لو بلحظه صحيح. ليه ابنه كلما جاءها عريس لا يحدث نصيب؟ وترجو الدعاء منكم شيخ الكريم. نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرها وأمر بنات المسلمين وشباب المسلمين، ونسأله تعالى أن يرزقها بالزوج الصالح يا رب وبناتنا وبنات المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لسه قدرها ونصبها هيجي لها إن شاء الله يا رب، يرزقها وبناتنا وبنات المسلمين الزوج الأزواج الصالحين. طب شيخنا، بعض الناس يعولون هذا إلى عمل، إلى سحر، إلى أمور زي كده يعني. صحيح، كثير مش بعض الناس للأسف الشديد، كثير من الناس حتى من أوساط المتعلمين والمثقفين إذا تأخر زواج البنت مثلا خاصة في الأرياف لعشرين سنة، أصبح سنها يعني عشرين سنة، يقول لك البنت كده بارت وتأخر زواجها ولعل حد عمل لها عمل. طيب يا جماعة، ما هو دواء هذه الأعمال وتلك الأسحار؟ أولا هذا الاعتقاد اعتقاد باطل، لأن الزواج احنا بيتداول على ألسنتنا أن الزواج قسمة ونصيب. نعم. يعني قدر الله تبارك وتعالى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن خلينا نجاريهم، طيب وماذا بعد؟ هنروح للمعالجين؟ اوعوا تروحوا لمعالج ولا لمعالجة، حتى لو بيعالج بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم اللي هيداوي به المعالج هو نفس القرآن الموجود بين أيدينا، لو أنها يعني استقامت على فرائض الله تبارك وتعالى وأكثرت أوراد القرآن والأوراد من الأذكار النبوية والأدعية النبوية إن شاء الله عز وجل يكون هذا نافعا وشافيا وكافيا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله تسأل عن الرسم العثماني في كلمة سيدنا إبراهيم في سورة البقرة، أو يعني لماذا لا ترسم أو لا تكتب؟ والله خلونا نأجل السؤال ده إن شاء الله لحلقة الأربعاء في الليل عشان نشوف قول أهل القرآن والتجويد والتلاوات. نعم هم أهل التخصص. نعم أهل نعم. التخصص. من هم قمة الضع؟ أرجع برضو هذا السؤال. طيب حاضر. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. من هم؟ طبعا هذه الآية من سورة الحجر ورد في سبب نزولها في الأحاديث الصحيحة أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تعلق قلبه بامرأة، فكان إذا أراد الصلاة في الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحين أن يقف في آخر صفوف الرجال، والمرأة أيضا إذا أرادت الصلاة كانت تتحين يعني تتقصد أن تصلي في أول صفوف النساء. طبعا ما كانش مصلى النساء، ما كانش في حاجة اسمها مصلى النساء. طبعا كان النساء يصلين خلف الرجال. خلف الرجال. فهو يتعمد أن يصلي في الصف الأخير وهي تتعمد أن تصلي في الصف الأول من صفوف النساء، مع الوضع في الاعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي في الصحيحين: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يمكن للعلة دي يا شيخ عشان لهذه الحكمة. نعم. المرأة تكون في الصف الأول خلف الرجال. والذي في الصف الأخير يكون خلفه النساء. نعم. حتى نعم. تتباعد صفوف النساء عن صفوف الرجال. فالشاهد أنه كان إذا ركع نظر إليها أو تطلع إليها من تحت إبطي، فنزلت الآية يخبر ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لإنذار وتحذير ونصح وزجر هذا الرجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم، يعني المرأة، ولقد علمنا المستأخرين، يعني الرجل هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. السجدة التي في سورة صاد، يعني هل مختلف حولها شيخي الكريم؟ نعم، هو في بعض السجدات في القرآن مختلف عليها بين علماء الأمة، يعني بين مذاهب المسلمين، فقد تكون السجدة مستحبة عند مالك وعند الشافعي وغير مستحبة عند أبي حنيفة والإمام أحمد، وتجد هذه العلامات في بعض الأحيان مكتوبة في المصاحف المعروفة بالمصحف العثماني، كناية عن أن هذه السجدة ليس عليها إجماع العلماء،
فإن سجدت فبها ونعمت، وإن تركت فلا شيء عليك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا كثرت المسلسلات الإيرانية عن قصص الأنبياء، سيدنا يوسف، يوسف الصديق عليه السلام، وبعض القصص. أختنا الفاضلة المتصلة تقول أنا الحمد لله تبت من مشاهدة هذه المسلسلات، فما حكم مشاهدتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أستاذ أحمد أنت تعجب لحال أهل السنة والجماعة، حال أمة أهل السنة والجماعة، تشعر أنها أمة مترهلة، وتشعر أنها أمة ليست مرتبطة ارتباطا وثيقا بهويتها، أو أنها أمة غافلة عن أعدائها وما يحيقه أعدائها في الظلمات لتذويب أهل السنة والجماعة. تخيل أنه في يعني في هذه الأونة إيران دولة من قرابة 70 دولة أعضاء في منظمة العالم الإسلامي اللي هي الدول الإسلامية، إيران دولة واحدة، ومع ذلك إيران تغزو غزوا ثقافيا ممنهجا ومؤدلجا في عقر دار أهل السنة والجماعة. آه صحيح. هذا التغييب للوعي، سيبك من المغالطات، وسيبك من مريم عليه السلام وقصة سيدنا يوسف، ما عرفش عملوا تاني، لكن سيبك من الافتراءات بقى والمغالطات اللي فيها، والأكاذيب والأكاذيب والضلالات اللي بينشروها، والعادات والثقافات الشيعية اللي هم بيغزون بها في عقر دارنا. لا أنا بتكلم حتى في المبدأ أصلا، كيف يستسلم أهل السنة والجماعة؟ يعني دولة كالسعودية مثلا، دولة كالكويت، دولة كالإمارات، دولة كمصر، ازاي ان التلفزيون المصري يذيع افلام ومسلسلات ايرانيه؟ ازاي؟ يعني انت تمهد التربه المصريه لغزو ثقافي شيعي رافضي في عمق دار اهل السنه والجماعه، معقل الازهر الشريف اللي هو معقل اهل السنه والجماعه في العالم الاسلامي كله، ومرجعيه اهل السنه والجماعه في العالم الاسلامي كله. نعم. واضح أن وراء هذا الأمر أياد خبيثة خبيثة وخفية خفية تعبث بالفعل لتغييب وعي أهل السنة والجماعة وتذويب عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال هذا الغزو الثقافي الوارد علينا من إيران. إحنا بقى كمواطنين كمسلمين لابد أن يكون رد فعلنا ترك هذا كله، ونولي هذا كله ظهورنا، ولا نعبأ به، لا نشوفه ولا نتفرج عليه ولا نتداوله ولا نتكلم عليه ولا الكلام ده كله خالص. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلينا وعليهم. وأختنا بارك الله فيها من فضل الله تعالى يقول أنا كنت، لكن الحمد لله الآن تراجعت عن هذا، أحسنت بارك الله فيك، لا تعود إلى هذا أبدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة التناصح بين الزوجين، يبدو أن الزوج ما فهم الزوجة فقال لها يا ستي اعملي انت اللي يرضي ربنا، وفي الأخ خلاص قال لها ممكن في وسط الكلام كده طب أنا كافر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ما كفرت هذه الكلمة من هذا الزوج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أنه هذه الكلمة كبيرة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فهذه الكلمة تحتاج منه إلى توبة وإلى مراجعة النفس. فلا يجوز لمسلم أن يقول عن نفسه أنه كافر، ولا أن يقول عن غيره أنه كافر بغير بينة ولا برهان، كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن أنا عاتب على الزوجة إن هي لا تتخير التوقيت المناسب ولا الطريقة المناسبة لمناصحة الزوج. ما فهمهاش. واضح يعني أنت كزوجة انصحي وذكري. لكن تخيري الوقت المناسب، تخيري وقت إقباله عليك، لا وقت الشعننة كما يقولون والانفعال، لا وقت إدباره عنك. فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، فعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه. وأنت أيضا تحاولي أن تهدئي من روعه. هل يلزم الاغتسال وتشهد؟ لا يلزم، لا يلزم. التوبة تجب إن شاء الله ما كان قبلها، إذا كانت التوبة إن شاء الله توبة نصوح، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة السقط، هل الطفل هذا الطفل يكون يعني مع أمه ويأخذ بيديه إلى الجنة؟ شيخ كريم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في بعض أهل العلم يقيد هذا بالطفل الذي بلغ 4 أشهر،
يعني بلغ نفخ الروح، بلغ مرحلة نفخ الروح. فإذا بلغ الطفل أو الجنين مرحلة نفخ الروح فهو نفس إنسانية إن شاء الله عز وجل يكون زخرا لأبويه على باب الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يعوضهم عنه خيرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أبي تزوج غير أمي وأنا طفلة وعنده أولاد يعني آخرون من هذه الزوجة، وهي تبر أباها، ولكن يبدو أن التعامل مع هؤلاء الإخوة يعني يمكن فيها أكثر دلالا أو أكثر حنية، فهي تغار رغم أنها بارة بأبيها. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا يعني أرجو من ابنتنا السائلة بارك الله فيها أن تنشغل بما أوجب الله عليها ولا تنشغل بما أوجب الله لها. إحنا هنسأل عما أوجب الله علينا ناحية الآباء والأمهات من وجوب برهم وحرمة عقوقهم بأي حال من الأحوال. أما ما يجب لنا في عنق الآباء والأمهات فهم من سيسألون عنه أمام الله تبارك وتعالى. إن قصروا أنت تعاملي معه بالبر الذي تستطيعين، وتعاملي مع إخوانك وأخواتك الآخرين لأنهم إخوة لك من الأب أيضا بنفس القدر من البر والإحسان وحسن العلاقة، وأدي الذي عليك واسأل الله تبارك وتعالى الذي لك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الدعاء لها بالذرية شيخ كريم، نسأل الله عز وجل أن يرزقها وبنات المسلمين الذرية الطيبة التي تقر بها عيونها وعيون أمين. إخواننا أخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما طولة تسأل عن كيفية صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الله المحرم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ورد الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا الشهر من فضله وشرفه ومنزلته عند الله عز وجل نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى، فقال شهر الله المحرم ولم يقل شهر الله رمضان عليه صلوات الله وسلامه. وشهر المحرم من الأشهر الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الباهلي الذي جاءه عام أول ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر من الإسلام، وانطلق الرجل فيعني صام الدهر كله وعاد إلى النبي في زيارة لاحقة، فلم يعرفه رسول الله لهزالة بدنه وضعف صحته، ويعني قال الرجل: ألا تعرفني يا رسول الله؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الرجل الباهلي الذي جئتك عام أول. قال: وما الذي غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: والله يا رسول الله ما ذقت طعاما ولا شرابا منذ فارقتك إلا بليل، يعني صايم المدة دي كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلك على خير من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. الحرم هي الأشهر الحرم ومنها شهر الله المحرم، فالسنة أن نصوم في شهر الله المحرم ما كتب الله لنا أن نصوم، وأن نفطر ما كتب الله لنا أن نفطر. وأهم ما يصام في شهر الله المحرم هو يوم عاشوراء تحديدا، ومن أراد أن يصيب السنة التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صام التاسع مع العاشر، ومن فاته الصيام التاسع صام الحادي عشر مع العاشر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. هل يحاسب المرء على مشاهدة البرامج الدينية؟ هل هذا وقت ضائع من عمر الإنسان شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كانت برامج دينية بمعنى الكلمة فإن هذا الوقت إن شاء الله عز وجل وقت طيب، وهو وقت مستثمر في طاعة الله تبارك وتعالى. بالعكس، هذا الوقت يشهد لنا، يشهد للعبد يوم القيامة أن هذا الرجل كان من الذاكرين ومن الذاكرات، وهذه الأخت كانت من الذاكرات، لأنه درس العلم
رياض الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فمن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما إن كان البرامج الدينية، اللي في بعض الناس موسعة قصة البرامج الدينية فيعتبر مثلا مسلسل يوسف الصديق برامج دينية، لا، إن كان المقصود هو ده طبعا ده احنا كده هذا الوقت ترى يعني ايه؟ يعني وبال وحصر على أصحابه، لأنه مضيعة الوقت إن كان المقصود مسلسلات مما ينسب إلى أنها مسلسلات دينية، لكن إن شاء الله على المعنى الأول برامج دينية. يعني الآن مشاهدة البرنامج درس علم ومجلس ذكر، الطب التكميلي أو ما شابه ذلك، اللي هي برامج الأعشاب أو برامج الطب النبوي كما يقال. يعني والله إن الإنسان يأخذ منها قدر حاجته، هي طبعا أيضا برامج مفيدة ونافعة، وأنا لا أحب تسميتها بالطب التكميلي، ويوم كانوا يسمونها إخواننا أطباء الأعشاب بالطب البديل، أيضا اعترضت عليهم في قناة الناس في فترة سابقة، قناة القديمة نعم. وقلت بل هذا هو الطب الأصيل، والطب الكيميائي هو الطب البديل. نعم. فهذه البرامج فيها نفع إن شاء الله، يأخذ الإنسان منها قدر حاجاته والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت حورية، مسألة النقاب وأهلها رافضون لمسألة النقاب، فماذا تفعل شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن لم تستطيع يا بنيتي إقناعهم ويعني تكالبوا عليك واجتمعوا عليك فلا حيلة لك أمامهم، ولا يكلف الله في هذه الحالة نفسا إلا وسعها، لكن خليك على نية لبس النقاب وانت صحية وانت نايمة حتى يكتب الله عز وجل أجرك لك منذ نويت لبس النقاب، حتى ولو لم تلبسي بسبب ضغوط الأهل وإحاطتهم بك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة الغيرة من المسيا، يعني أنها تتمنى أن ترزق بزوج يعني كما قالت ملتزم أو ملتحي أو ما شبه ذلك، أو على الهدي يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رأت إحدى أخواتها في مناسبة أو صديقاتها مع زوج تحدث لها يعني غيرة، هل هذه الغيرة محمودة أم تأثم عليها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن كانت هذه الغيرة اللي هي الغبطة، نعم، بمعنى أنها تتمنى نفس هذا الفضل والخير الذي عند صاحبتها وصديقتها، فكلنا يفعل هذا. الرجل في حديث أبي كبشة الأنماري قال: لو أن الله أعطاني مثل فلان لعملت فيه بمثل عمله. والنبي مدح الاثنين وقال هو بنيته وهما في الأجر سواء، إنما الغيرة المذمومة والحسد المذموم هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة التي عند صاحبتها، مش حاصل مع أختنا، وهذا غير حاصل إن شاء الله مع أختنا وابنتنا السائلة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يرزقك الزوج الصالح وكل بنات المسلمين وشباب المسلمين، آمين يا رب العالمين. أهلي يريدون مني الخروج لشراء بعض أمتعة المنزل، وهي تقول يعني الآية الكريمة وقرنا في بيوتكن، فهل لو ذهبت لشراء هذه الأمتعة للبيت وحاجيات البيت يكون منافيا لمعنى الآية شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، وقرنا في بيوتكن يعني من الاستقرار والقرار في البيت، ومن ذهب إلى هذا التفسير قالوا لا تخرج المرأة إلا لمصلحة أو لحاجة، إنما مش عمال على بطال. والمعنى الثاني وقرنا في بيوتكن من الوقار، فمن الوقار للمرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لمصلحة أو حاجة. ومن المصالح والحاجيات شراء بعض حاجيات البيت في السوق، ما دمت ولله الحمد محافظة على حجابك وحشمتك وحسن سيرك وسلوكك والوضع آمن عليك، ويكون هذا الأمر في النهار، فلا بأس أن تخرجي، وإلا هتكون يعني والدتك لا تخرج يعني، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أسئلة الأخ محمود: هل يجوز بيع الذهب بثمن مؤجل شيخ كريم؟ لا يجوز طبعا، لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. المعقود عليها الذي وتوفي زوجها دون الدخول، هل ترث فيه؟ عند عبد الله بن عباس ترثه، نعم. الوقت فيه مجال ولا خلاص احنا كده؟ لا خلاص من بدري. طيب تمام. تارثه نعم، هي زوجة، هي زوجة وإن لم يكن له عليها عدة لكن عدها ابن عباس من الوارثات، وهذا رأي معمول به في بلادنا، أظن معمول به في بلادنا، لكن أستوثق بس من معلومة في قانون المواريث
شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله. إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا. لو المال حرام وقال حرام كله ونسأل الله العفو والعافية، لو قام صاحبه بمشروع الربح من وراء هذا المشروع شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ولو أنه أراد التوبة لله تبارك وتعالى فنطالبه بأن ينخلع ما استطاع من هذا المال الحرام إلا ما يقوم به حياته أو ما تقوم به حياته، يعني يضع هذا المال في مصلحة من مصالح المسلمين وليكن جمعية من جمعيات الخيرية، ويأخذ بعض هذا المال ليقيم لنفسه ما تستقيم به حياته مشروع على الأد، ومن خلال هذا المشروع وربح هذا المشروع يتخلص أيضا من بقية هذا المال الحرام بالتدرج. نعم. شوية شوية كما يقولون، لأن أن هذا من لوازم توبته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الوالد ترك مالا حراما، فهل للوارث أن يأخذ هذا المال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. تصور معي لو أن الورثة قالوا مال والدنا حرام وتركوا هذا الميراث، من الذي سيأخذ هذا الميراث؟ يعني هيقول للدولة هيروح فين يعني؟ هيروح فين؟ نعم، يأخذ هذا الميراث، وإن شاء أن ينتفع به ينتفع، وإن شاء أن يجعل من الانتفاع به وجها للتخلص منه بالتدريج من الربح اللي هنعمله. نتخلص النهاردة 5% والسنة اللي بعدها 10% والسنة اللي بعدها 20% حتى نتخلص من آثار هذا المال الحرام، فيكون قد أحسنوا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. أم محمود لو ذهبت لزيارة مريضة ويعني الظاهر أن الحالة يعني خلاص، نسأل الله العافية، وحان الأجل أيام مثلا ساعات. نعم. والأعمار بيد الله، وتريد أن تدعو للمريض دون أن يشعر بهذا، فماذا تقول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ندعو للمريض، ندعو بالشفاء وندعو بالعافية وندعو بالرحمة أن يرحمه الله عز وجل مما هو فيه، ثم نتحدث بين يديه في حضرته يعني ومن معنا من الزوار وأهل البيت، نتحدث عن رحمة الله تبارك وتعالى، ونتحدث عن حسن الظن بالله عز وجل، ونتحدث عن كلمة التوحيد، فعسى الله عز وجل أن يجعل في حديثنا عن الرحمة وعن حسن الظن في بلقاء الله تبارك وتعالى وعن كلمة التوحيد وفضلها ما يكون فيه نوع من التذكير الضمني الغير مباشر لهذا المريض، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. إذا لم تدفع أو إذا لم تدفع تذكرة المستشفى، فهل هذا في شيء شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم طبعا في شيء، لأن هذا إهدار، هي قالت ولداء إهدار لحق الدولة. يمكن العالم. كلمة إهدار، كلمة حق الدولة دي مثيرة عند بعض الشباب. حق الدولة، ما هي الدولة مش عارف بتعمل إيه والدولة بتعمل إيه؟ يا جماعة هذا مال عام حق للشعب، الدولة دي كيان اعتباري. نعم. فهذا حق للشعب ومال عام، لا يجوز أن نقتطع منه ولو كان قضيبا من أراك، يعني ولو كان جنيه تمن عود سواك. نعم، جزاك الله خير. له وعليه تاجر يبيع ويشتري، له ديون وعليه ديون، يوم القيامة كيف يكون الحساب؟ هم الإنسان أولا وأخيرا على ما عليه من الديون، فلا يموت الإنسان منا إلا وقد فعل واحدا من أمرين: إن استطاع أن يفي بهذه الديون وأن يسددها فجزاه الله خير الجزاء، وإن كانت له بقية مال أو تركة يوصي وصية على سبيل الحتم والإلزام لورثته أن يسددوا عنه دينه، ثم ما له عند الآخرين يحاول، فإن جاء هذا المال فبها ونعمة، وإلا فسيأتيه سواء كان في الدنيا أو لورثته بعد موته، أو أنه يكون زخرا له يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله وصحة العافية ونفعنا الله بعلمكم، صلى الله عز وجل القبول منا ومنكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.